مساء الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ معكم أبو عمر من قسم مبيعات بانو بوراتوس. أهلا وسهلا فيكم. طبعا بلش الصيف، وشو لازم يكون مع الصيف؟ لازم يكون آيس كريم، آيس كريم اللي هو جيلاتو آيس كريم. طبعا للمحبين الآيس كريم راح نقدم لهم وصفات جديدة طبعا خلال شهر مارس كله للآيس كريم، للجيلاتو طبعا، والكيك الآيس كريم. طبعا راح يكون في مواد نستخدمها عندنا بالآيس كريم راح تكون موجودة مع الوصفات. طبعا راح يساعدونا فيها الشيفات مثل ما عودناكم قبل، اللي هو موسم الشوكولات. طبعا الحين احنا موسم الآيس كريم، موسم رمضان، وكمان راح تكون وصفات خاصة لرمضان ان شاء الله راح يقدمونها الشيفات. طبعا فاحنا هين عندنا مثلا كل المواد اللي نستخدمها بالآيس كريم، تمام، اللي هو جيلاتو، اوكي. طبعا في شغلة ثانية راح نقدمها، مش بس المحلات، احنا طبعا راح نكون سند ودعم لجميع المشاريع، طبعا المشاريع الكبيرة والصغيرة. ليش؟ لانه عندنا المواد وراح يكون عندنا شيفية يساعدون بهاي الوصفات، تمام. فحتى اللي ما عنده المشين الايس كريم، هلا اخترعنا شيء جديد ان شاء الله، اللي هو بيانكيرو. يعني في الزبون يقدر، او حتى بالبيت يقدروا يصنعوا الايس كريم باسهل الطرق. طبعا عندنا اليوم صنعنا، حتى اللي يحب يجي هون يزورنا بشويخ، احنا موجودين بشويخ، يجي يتذوق الايس كريم ان شاء الله. هلا راح يشرحونا الشيف جويل والشيف فاطمه عن شلون بلشهم وشلون اشتغلهم وشلون الوصفات اللي صارت. Thank you so much ابو عمر. Good afternoon everyone. Here we want to present to you our 12 flavors of gelato. Okay, we have saffron, we have the cheesecake, we have the rose, we have chocolate, baklava, salty peanut, we have Raffaello, we have mixed berries, we have hazelnut, we have pistachio, mango, and vanilla caramel. مثل ما سبق ذكر أبو عمر، إحنا راح نكون متواجدين طول شهر مارس كله عن الآيس كريم. احنا مسوين كونسبت كامل ايس كريم، نخدم فيه الناس اللي حابة تأسس مشروع جديد بالايس كريم، او انه بيطورون من شغلهم. بالنهاية بيكون في فليفرز جاهزين حق التست طول شهر مارس، بيكون في قسم الادوات مثل ما ذكر ابو عمر اللي نستخدمها احنا بالجيلاتو، بالاضافة الى المواد الاولية اللي نحتاجها عشان نبلش مشروع ايس كريم، بالاضافة الى الفينيش برودكت، شنو ممكن افكار اني اشتغل فيها كبايت او سويسترول، مكرون، او لايرز كيك. ففي افكار ممكن تستفيدون منها اذا حابين تطورون من شغلكم او ان تاسسون مشروعكم الجديد. اوكي. Right here we want to explain to you shortly what ingredients we use for the gelato. Okay, right here we have the Eurofugar base, Eurofugar 100, and Eurofugar base fruit epsi. Okay, fruit epsi is for the fruit gelato, and Eurofugar 100 is for the milk based gelato. This Eurofugar requires pasteurizing and the batch freezer, and same thing for the fruit epsi, it requires batch freezing. راح اشرح بالعربي اللي قاله الشيف جويل. بالنسبه للمواد الاساسيه اللي نستخدمها في تحضير الايس كريم او الجيلاتو، عبارة عن، احنا البراند اللي نشتغل فيه هو ايطالي فوغار، عبارة عن يوروفوغار 100، هو يعتبر ميلك بيس، اساس حق النكهات اللي فيها حليب، وغالبا تكون الناتس المكسرات. والشيء الثاني اللي هو فروت اف سي، اللي هو نستخدمه حق السوربيه، النكهات اللي فواكه. بالنسبة للنكهات الحليب تحتاج الى بسترة، which need machines. اما بالنسبه للسوربيه ما يحتاج باستورايزنج، فنستخدم بس الباتش فريزر بروحها تكون كافيه حق تصنيع السوربيه، بالاضافه الى النكهات المركزه، شيء من بانو وشيء من بوراتوس، شيء اشياء تكون ناتشرال، مثلا حق الناس اللي بيشتغلون هيلثي كونسبت او فري شوجر بتكون مفيده لهم. وفي التوبينجز نفس حشوات الربيانو غالبا، في مركزات الـ LFC من بوراتوس همن. هذيلا كلهم يعتبرون فليفرز حق الآيس كريم.
اخيرا وليس اخيرا عندنا البيانكيرو اللي سبق قال عنه ابو عمر. البيانكيرو عباره عن ماده مثبته للايس كريم السيمي فريدو. هو الميزه اللي فيه هني هذا طبعا شيف جويل قاعد يورينا التطبيق اللي احنا مشتغلينه بالبيانكيرو كميني بايت ستيكس. ميني بايت ستيكس ميزه اللي بالبيانكيرو حق الناس اللي مشاريعهم صغيره او مو حابين يتكلفون باشياء كبيره او ما عندهم مكان حق الماشينري، فهني يقدرون يشتغلون البيانكيرو على المكسر الصغير مجرد إضافة كريمة. طبعاً إن شاء الله بالحلقات الجاية راح نطبق معاكم عملي، أو إن حتى ميكس يدوي راح يعطيني نتيجة الآيس كريم الستيبل مثل ما أنتوا قاعد تشوفون. أقدر أشتغل فيه ما يتميز عن الجيلاتو، أقدر أخذ نفس النكهات بالأثنين، الغوام هو الوحيد اللي يفرق. والميزة اللي فيه إنه ستيبل حق الناس اللي يعني عندهم فكرة إن التوصيل وبالصيف بالكويت شلون بيكون ستيبل، ممكن يكون أكثر من الجيلاتو حتى. Should you, if you can explain in English? In English? Yeah, please. Okay. Here. I will keep this biancaro here. There's no problem. It will not melt quickly, so I'll keep here. There's no problem. Okay. After the base, we have here the concentrate flavors, which is from the Bano Natural. Bano Natural. Okay, we have the nuts paste, like pistachio, hazelnuts, these things. And we have the Paratos. LFC concentrates, okay. This is we have the fruits concentrate and we have the nuts concentrate also with it, and we have also powder concentrates, which is the mascarpone cheese. This is we use to add the flavor in our gelato, okay. And right here we have the ripieno, which is the sauce, the topping of our ice cream. We can mix it inside the ice cream like marble, or we can put it on top of our ice cream to add more flavor to the base. And right here, we have the Biancaro mix. Okay, this is the semifreddo mix. Semifreddo is between the gelato and the mousse texture. It will give you a semi gelato taste when you eat the, especially for example the ice cream sticks and ice cream pops. Near texture to the soft ice cream. Yeah, soft ice cream. Frozen soft ice cream. Between the mousse and between the gelato. So the advantage is it will not melt quickly. Even I keep this for 15 minutes outside, it will not melt. Okay, this is the advantage of the Biancaro. Now we'll keep it here until the end of our life. Yes, no problem. And it doesn't require a batch freezing machine, only mixer or hand mixing and a freezer. You can create your own pop sticks and using our molds right here from silicone molds. بالنسبة لليوم احنا حبينا ندخل ونعرفكم بعالم الايس كريم كمدخل بالنسبة للمواد الاولية اللي نشتغل فيها وراح نستخدمها ان شاء الله بالمرات الجاية. طول هالشهر هذا راح نكون غطينا الايس كريم بشكل عام. الحلقة الجاية ان شاء الله بتكون عبارة عن خلط الايس كريم A to Z باستخدام المكاين، وراح نشرح لكم طريقة البسترة وطريقة استخدام المكاين بشكل عام. اللي بعدها بإذن الله راح نطبق كيكة من هالكيكات هذه مع بعض from A to Z، فراح نكون فينا نختار واحدة. ليش؟ لأن احنا ليش بنطبق؟ لأن احنا اوريدي راح نحط لكم وصفات وايد جاهزة، شاي بايتس وشاي كيك، فعشان تكون عندكم فكرة التطبيق عملي، فالوصفة بتكون جاهزة عندكم مطبوعة والتطبيق راح يكون عملي، تقدرون ترجعون تعيدون الفيديو، وإذا عندكم أي استفسار ترجعون لنا إن شاء الله. بالإضافة إلى الفقرة الأخيرة بتكون إن شاء الله راح ندخل لكم على البيانكيرو حق الناس اللي ما عندهم مكاين أو ما يبون يتكلفون مبلغ كبير كبداية، همّن في حل اللي هو البيانكيرو. فإن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي أو بنبلغكم بالتاريخ، تابعونا لأن الأمانة مع ضغط الناس اللي قاعد تيجي والإقبال بصراحة صايرة الأيام شوي مخربطة، مو قادرين نطلع بأيام محددة، فراح يكون في إعلان قبل عن متى راح يكون اللايف القادم بإذن الله. That's it. Thank you. يعطيكم العافية. Thank you so much.